التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في القاهرة اليوم مع معالي السيد جان نويل بارو وزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وما وصلت إليه من مستوى متطور وسبل تنمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة والجهود العربية والدولية التي تبذل لإنهاء الحرب على قطاع غزة وجنوب لبنان وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف التصعيد في سوريا وحماية المدنيين والدفع بجهود إحلال السلام الدائم في المنطقة.